وتاريخك برضو مع منتخب مصر ما شاء الله 10 سنين مع منتخب مصر وكان تاريخ كبير ومشرف. عايز ارجع لكاس مصر من اهم يعني السنين. كاس مصر احكي لنا مشوار 73 73 احنا لعبنا يوم الجمعه وفي تنافس قوي جدا جدا جدا. ما خلصش الماتش. فقالوا خلاص بقى ايه هيتعاد كل واحد يروح بقى احنا ننزل اسكندريه تاني ونرجع نلعب يوم الثلاث. كويس. ايه بقى اللي حصل بقى بالنسبه لي انا؟ ايه قرن شطه. كابتن شطه وقتها قرن شطه. انا اجي انط فوق ابص الاقي في واحد ماسكك على طول. لا ده معلق فوق دماغ فوق رجلي فوق فوق صدري. يعني ممكن اعمله كده هو تكسره انزل بيه واقول له اختشي على دمك ابعد. يعني هو بقى ايه قالوا لي في الاقل هو متكلف ان مين انت امسك انت اللي هو اللي بيلعب الفرقه كلها. طب حله ايه بقى؟ احنا خلصنا الجمعه ورايحين الثلاث وبقى طب هعلم له ايه ده؟ ما لعبنا برضه لعبنا الخطيب جاب جون اول واحد. وبعدين قرني شطه بقى هربته ورحت عامل له واحد كوبري كده هو بين رجليه ومعدي وكان سمير مخيمر راحت له كوره جبت جون انت في الماتش ده وراح عاملها لي كده نزلها لي وانا جاي من فشط الكوره دي بقى واحد بواحد. الشوط الثاني بقى جارم رجله الشمال دي جابت الجول الثاني وخدته كاس مصر 2-1 من الاهلي 2-1 خلصنا على الكاس. اتفرج بقى على الناس كلها بتسقف لينا حتى في القاهره واحنا طالعين من الاستاد ونزلنا بالديزل بقوا يطلعوا على المحطه برضه نفس الكلام الزفه الاسكندراني اللي موجوده على طول من جماهير اسكندريه. كان في كاس مصر 73 في وقعه عرابي في مباراه الاسماعيلي لما صد خمس ضربات جزاء وانت سددت برضه وجبت في الماتش الاسماعيلي ولما حتى طلع المانشيت كده الشهير دي يا خرابي يا عرابي. دي مع الاسماعيلي يعني. ايوه دي كانت السيمي فاينل كانت مع الاسماعيلي وبالضربات الجزاء بقينا احنا مع الاهلي. طب قول لنا برضه عرابي وصد خمس ركلات جزاء وكان كان رقم وقتها ما حصلش وفي واحده بتضيع يعني طلعت بره يعني بقت حاجه لي هو مقال لي جميل جدا عرابي هو كان حارس مرمى كويس حسن عرابي وابوه كان رياضي كمان. وبعدين احنا خلصنا كاس ده ايه بقى بتاع 73 جاء 76 برضه لا بس انا عايز بس 73 بعد ما خدته بقى البطوله ومن الاهلي واحتفالات والزفه الاسكندراني المكافاه برضه كانت كام؟ كانت 50 جنيه زادت بقى 50 جنيه حلو زاد طبعا وهو كان رئيس النادي بتاعنا كان راجل محترم قوي الله يرحمه الفريق انور عبد اللطيف كان من الناس المحترمه قوي